محتاج قد محتاج فلوس. محتاج فلوس شنو؟ شنو هالحكي هذا؟ هذا استاذ عوني ويانا خطيه مدخل ابنه مدرسه اهليه على مدرسين خصوصيين، يعني راتب مدى يكفي او هيك شيء. الله يساعده. يعني ايش قد محتاج فلوس استاذ عوني؟ ايه والله يعني هاي تبقى حسب الدفع حتى الاجراءات تسهل. بس هذا المبلغ قليل يعني ما يكفي الاستاذ عوني. شوف هاي الاستاذ عملتك كلش تمام. هاي فوق ما سهل امور الناس ومشي معاملاتها. اخذوني يلا اخذوني اخذوني خليني اشوف الدائرة شلون تمشي بدوني. ودارت عليه الدائرة بنهاية المطاف هذا الموظف او المدير الفاسد، بحيث تعلم على الرشوة شوية شوية وجعلها ديدا وظاهرة إله، بحيث كل شخص يريد يشتغل شغله لازم يقدم هذه الرشوة. وبالأخير سمعنا تاليتها يقول شوف الدائرة شلون تمشي بدوني. هسيك أحسن لك وضعك هذا؟ أكيد لا، وهذا كله بسببكم أنتم الإعلاميين. العراق مليان غلط بغلط، ما جيتوا بس عليه يصير خير. شوفوا أعزائي المشاهدين نبرة التهديد اللي يتكلم بيها ويانا، مفكر نفسه بعده بالمكان اللي هو بيه ويمكنه من تهديدنا. أنا ما هدد، بس لازم كل واحد يعرف حجمه ووضعه الحقيقي. أنا رجال إعلامي، أنت رجال موظف متهم بأنك موظف فاسد. فاسد؟ أنا أشرف واحد بالعالم، هاي كلها أوهام ومغالطات. والرشوة زين؟ هي مجرد هدايا. لا مو هدايا، تجبر الناس انه ينطونك فلوس في سبيل انت تقدم الخدمة بسيطة، ممكن توقيع بسيط تجبرهم المساكين يصدقون بيك. انت جد قديم، شوف العالم وين وصلت، شوف الدنيا شلون تتطور، شوف الموظفين البرة شلون يشتغلون. الا هنا الموظف المجتهد واللي يحافظ على شغله تسموه فاسد. دقيقة اصبر، خل اشوفك شلون البرة الموظفين يتعاملون ويا الناس وانت شلون تتعامل. Excuse me. One minute please sit down. Finished is finished. Thank you. You're welcome. شفت شلون يشتغلون بباقي الدول؟ لا فساد ولا رشوة ولا محسوبية، وأيضا إنجاز المعاملات بسرعة البرق. ارجع لي للعراق وخلي أشوفك شغلة هناك وبعدين حكم علي. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام حجي، شنو هاي معاملتك؟ باقي التوقيع من جناكم. سهلة حجي، تفضل استريح. بس هاي وين أوقع حجي؟ معاملتك صايرة الحرب العالمية الثانية. والله يا أبويا قالوا لي التوقيع يم جنبك الكريم وينتهي كل شيء. سهلة حجي سهلة، تعالي بعد سنة. بعد سنة؟ أنا صارت 3 سنوات أروح وأجي. شو أسوي لك يا حجي؟ معاملة ضخمة، أصلاً راح أجيب فريق مختص حتى نعرف وين نوقع. أبويا ما تسهل لنا ياها، منا ألف رحمة على والدي. شلون حجي؟ ما دا أسمعك. هدية شنو؟ تقصد هدية؟ ترى لي ما أخذ رشوة. وايدك يا هاي حراجعت حجي. يعني والله ما أعرف شو أقول لك يا حجي. تعال لي ورا 6 شهور. والله هاي يعني احراجات وضغط على عمل وتراكمات يعني، بس الخاطر هالشيبه الكريمه. تعالي بعد شهر. سهله حجي سهله، دقائق ومعاملتك تكون موجوده. وهاي للوجه الطيب، ما تضيع ابو شكل ان شاء الله. اشكرك.
حجي انت معاملتك ترى كاملة من البارحة. تفكر والله حجي. هسه تقول هاي مو رشوة؟ مستحيل انا اخذ رشوة، بحياتي ما مديت يدي لحد. بعدين هاي هدايا وتسهيل امور. زين مو دا تاخذ راتب من الدولة؟ ايواني اشتغل على قتابي. انت ما شفت معاملتش كبرها شقد هي؟ يراد لها فك شفرات ورموز ويحتاج لها خبير مثلي. واللي ما يدفع لك شو تسوي له؟ يلزم سرح على حال العالم. شو وين المشكلة بالموضوع؟ لا انت تجبر الناس هي تدفع لك بحيث فرصهم تروح للي يدفع لك. مستحيل انا اسوي هيجي. هسا نشوف. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل السريع، شنو عندك؟ استاذ ممكن توقيع حضرتك؟ بس ما عملتش بها نقص هواي، كمليها من جديد وتعال. مستحيل استاذ مكملتها كلها. تقابل انا مستهدفك او اعرفك من قبل؟ لا استاذ، يعني اذا اريد ارجع اعيدها يراد لي شهر. الاجراءات هي الاجراءات. زين استاذ ممكن تمشيها من يمك. هاي شلون حكي اختي؟ هاي اجراءات وبعدين ما اقدر اسوي لك شيء. بس خليني اشوف لك. يا رب. الو اهلا استاذ عوني. الله يسلمك. يابا هاي المعاملة جتني هسه. اي بيها نقص هواية. مستحيل. ابنك حلاوش بيه؟ اي صحيح صحيح، حقك المصاريف هواية والراتب مدى يكفي. بالفعل بالفعل، احنا كل اللي تنمر بهاي الظروف، بس شو تسوي؟ كل شيء ينحل بالفلوس استاذ. اي ابني الاستاذ الله شاهد ما عندي. انا هم مفلس استاذ عوني. بلكي الله يرزقني بشي منا. يلا ماشي اخابرك فد شوي استاذ. اخابرك استاذ. قد محتاج فلوس؟ محتاج فلوس شنو هالحكي هذا؟ هذا استاذ عوني ويانا خطيه مدخل ابنه مدرسه اهليه على مدرسين خصوصيين، يعني راتب مدى يكفي او هيك شيء. الله يساعده. يعني ايش قد محتاج فلوس استاذ عوني؟ ايه والله يعني هاي تبقى حسب الدفع حتى الإجراءات تسهل. بس هذا المبلغ قليل يعني ما يكفي للسعر عوني. شوف هالسيستم عملتك كلش تمام وأبو عوني هم تمام. بس شوف ليش الغلط، وين الغلط؟ وين هذا الغلط؟ أنا أقول وين الغلط. معاملتك كاملة وتدللين. شكرا استاذ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.